يا مروان ما بتردش عليا ليه؟ كلمتك 20 مرة. معلش مروان مش عارف يرد عليك. بس مشغول شوية، ايده وجعاه. انت مين وعايز منه ايه؟ انا ليا 60,000 جنيه عند صاحبك وعايزهم. بس انا مش معايا المبلغ ده دلوقتي. 60,000 جنيه يا باشا لو ما كانوش موجودين في خلال ساعتين مش هتشوف صاحبك تاني. امين، ما تقول لزميلك ينجز يا عم. ما تجيش يا ادم، مالكش دعوه انت. مروان هو في ايه؟ قدامك ساعتين بالثانيه. الو، لو بيحبوك هيجي يحلوك. انا حذرتك كام مره من موضوع التليفون ده، كمان في النيابه؟ معلش يا زين، انا في حاجه مهمه جدا لازم اعملها، اخلص وارجع لك. مروان مش ناوي تبعد عن الواد ده؟ انت بيتعامل زي المدمن، مش عارف تبطل. زين، في ناس محتاجه من الدنيا فرصه واحده بس عشان تتغير، وانت اديتني الفرصه دي، وانا حاسس ان انا ممكن اديها لمروان. انا اسف، مش هقدر اسيبه. انا اسف. استنى، فهمني اللي حصل بالظبط. أمانة يا كبير. جدع، قلت لي أنت مين بقى؟ أنا زين ثابت، محامي الأستاذ. وبقى عندك أفوكاتو كمان، يا عم ماشي. افتح الشنطة. إيه ده؟ فين الفلوس؟ دي الصور بتاعتكم انتم منورينها في المكتب، غير المكالمة اللي متسجلة مع آدم. وصلت؟ آدم مستنيني بره دلوقتي، لو ما كلمتوش في خلال 5 دقايق هيتحرك. اتحرك فين بقى؟ بتهيألي مفهومة. ساعتها ممكن تبقى قضية مخدرات على ابتزاز على خطف. عادي، ونزود عليهم واحدة قتل. يزيدوا معاك. بس ساعتها أنت اللي هتشيل مش أنا. يبقى فتش الشنط كمان. ايه ده يا باشا؟ دول 60,000 جنيه. ادينا اللي على مروان. والله يا باشا ما كمل الاول، ايه لازمتها الدخله دي؟ عشان نشد خط. من هنا ورايح ما حدش فيكم هيتعرض لمروان ولا لادم تاني. مفهوم؟ مفهوم يا كبير. ممكن بقى تفكوا العميل بتاعي؟ فكوا يا ابني. نورتنا يا باشا.